مرحبا، أنا هلنا الصايغ، مستشارة إرشادية ومدربة. هذا الفيديو الثالث من هاي المجموعة. بالفيديو الأول تحدثت عن القلق بشكل عام وكيف نتعامل معه، والفيديو الثاني حكينا عن المراهقة وكيف الواحد يساعد المراهقين بهاي المرحلة أو يتفهمهم ويتقبلهم ويعرف يتعامل معهم بالنسبة لكمان الضغوطات. وبهذا الفيديو الثالث بدي أحكي عن الأطفال، لأنه ضروري نساعد أولادنا بهاي المرحلة. الشخصية بتتطور أول 6 سنين من حياة الطفل، يعني أول 6 سنين من حياة الإنسان بتتطور كل الشخصية، والشخصية هي كيف الواحد بيفكر، كيف الواحد بيشعر، كيف الواحد بيتصرف، وهذا كله بياخده من أهله وبيته والجينات وظروف الحياة وشخصية الأهل. بتعرفوا أنه إحنا شخصيتنا بتأثر كتير على أولادنا لأنهم بيقلدونا. في إشي اسمه الخلايا العصبية المرئاتية، هاي الميرور نيورونز، هاي الميرور نيورونز هي موجودة بالدماغ، فأولادنا بيقلدونا بكل إشي هم مرآة إلنا. فإذا أنا بشوف ابني بيصرخ بده يكون إشيين، يا إنه أنا عم بصرخ بيقلدني، يا إنه أنا ما علمته لابني أو بنتي كيف يتعاملوا مع مشاعرهم فيطلعوا يصرخوا. فإحنا بدنا نعرف نقاط كتير مهمة. أولادنا بتعلموا كل مهارات الحياة أول 6-7 سنين من حياتهم، يعني يخلصوا السنة السادسة، وبعدين من تمنا نبني عليها ونساعدهم فيها لكمان 6 سنين ليصيروا 12 سنة، وبعدين كمان هم بيصيروا يفعلوها ليصيروا 18 أو 20. فكله نابع من إحنا شو عملنا أول 6-7 سنين. وبعرف إنه هذا خطير وهذا بيخوف، ولكن مهم نعرفه وضروري نعرفه عشان نعرف نتعامل مع أولادنا. مهارات الحياة اللي أنا بقصدها مثل أخذ القرار، التأقلم، التعبير عن الذات، التقبل، التفاهم، المحادثة، المثابرة، وأشياء كتير تانية. هذا كله بتعلموه بطريقتين واضحين كتير. الإشي الأول بيقلدونا، فإحنا علينا نكون إحنا عنا مهارات هاي الحياة، واللي ما عنا إياها بدنا نشتغل عليها. والإشي الثاني إنه إحنا نكون المرشد لأولادنا ونعلمهم كيف يتعاملوا. فلما أشوف ابني أو بنتي على 4 سنين أو 6 سنين بيرموا حالهم وبيبكوا أو بنربزوا أو بيطالبوا بإشي وما بيردوا علينا، علينا إحنا نعلمهم كيف يتعاملوا مع مشاعرهم وأفكارهم. النقاط اللي رح أحكيها هلأ تنطبق على كل الأعمار، خصوصا من بداية العمر ليصيروا تقريبا 12-13 سنة. ليش الأول بدي أعيد؟ أكون أنا المثل الأعلى، أنا أعرف أتعامل مع مشاعري وأفكاري وضغوطات الحياة لأنه رح يقلدوني. إشي تاني بدي أعمل بيئة فيها كلها شعور يشعروا أولادنا بالأمان والطمأنينة، ما يكون فيها صراخ أو خناق أو مزاجية متقلبة، يعني أنا كل مرة ساعة أكون منيحة وساعة لا، ساعة ألعب معهم وساعة لا، ما بزبط. بدي أكون متزنة قد ما بقدر. عشان هيك نعرف إحنا إنه التربية هي بتبدأ إني أنا أشتغل على حالي، هاي هي التربية. لما أشتغل على حالي بيطلع أولادي متزنين كتير أكتر. ليجي التالت الابتسامة، لما نبتسم لأولادنا دائما يشعروا بأنهم إحنا منحبهم، إحنا راضيين عليهم حتى لما يغلبونا. لما نشعرهم دائما أن إحنا منسامحهم وواقفين معهم كتير بتزيد ثقتهم بنفسهم كتير، وحتى القيمة بيعطوها لذاتهم اللي هو السلف استيم. فالسلف استيم والسلف كونفيدنس، ثقة بالقدرات وتقدير الذات، كتير بيرتفع عندهم بهاي الطريقة. إشي تاني بيساعد أنه تكون بيئة بالبيت فيها قوانين واضحة، فيها برنامج واضح، يعني معروف أي ساعة يناموا، أي ساعة يصحوا، إمتى بتقدم الغداء، إمتى وقت الدراسة، إمتى وقت الأونلاين ليرنينج، التعلم عن بعد، إمتى وقتنا نقعد مع بعض نصلي، إمتى نعمل أي شيء. بده يكون في برنامج واضح وده يكون في استمرارية بهذا البرنامج، وهاي البيئة تكون دائما مناسبة للأعمار المختلفة. فبدنا نشوف أولادنا إيش بيحتاجوا ونجرب نقعد معهم قد ما بنقدر بهاي الفترة. شيء تاني نشجع كتير على الرياضة، وإذا عملنا الرياضة الجماعية كتير بتساعد، لأنه كل بيصير يفرغ وينفس وتنفرز الأندروفين اللي بيساعدهم يرتاحوا. نعمل الأحاديث الجماعية، الأعداد الجماعية، نتغدى مع بعض، نصلي مع بعض، نلعب مع بعض. خصوصا للأطفال الصغار الحركة كتير بتساعد بتنشيط نمو الدماغ. الدماغ بنمو 80% منه بيتطور أول 3 سنين و90% أول 5 سنين. والذكاء بالبداية ما بيكون من الجينات، الذكاء بالبداية بيكون بالناحية اليمين من الدماغ اللي جاي من المحادثة بالبيت، اللعب، كيف نلعب مع أولادنا، الحركة، كيف بيتحركوا، كيف بيلعبوا، بينطوا، والوقت اللي إحنا قاعدين معهم منعبر فيه عن مشاعرنا. هذا كله بيطور الذكاء أول 3 سنين، وبعدين تبدأ الجينات تعمل تأثيرها على الذكاء عند الأطفال. فاللعب معهم، نقعد معهم، نلعب رياضة معهم، كتير كله بيساعد. يناموا بكير كتير مهم، ويصحوا بكير، ونصحى معهم ونقعد
نقعد معهم ونسمح للأمور الإبداعية، مش بس نسمح، نشجع يلعبوا آلات موسيقية، يرسموا، يطبخوا، يعملوا بالمعجونة. هذا كله بيساعد إنه يتأقلموا مع الضغوطات ويروقوا ويهدوا. وطبعا إحنا المرآة إلهم، شو ما بيشوفونا بنعمل رح يقلدونا. أولادنا إحنا مسؤولين عنهم، مسؤولين عن كيف تطلع شخصيتهم اللي بتتطور أول 6-7 سنين، وبعدين بيصيروا يقلدونا بكل إشي. فإحنا بدنا ننتبه لهذا الإشي، بدنا ننتبه لحالنا، نبدأ بنفسنا. أنا دايما بحكي الأهل يبدوا بذاتهم، بعدين شوي شوي يعلموا أولادهم. وبتمنى لكم مرحلة تكون سهلة عليكم، وتقدروا بهاي الفيديوهات تكونوا اكتسبتوا بعض المهارات لتتأقلموا مع ضغوطات الحياة.